شاروخان يتعرض لسؤال محرج من أحد: ما هو دخلك الشهرية؟ عقد شاروخان جلسة أسئلة مع متابعيه على تويتر بعنوان AskSRK يوم أمس الأربعاء، حيث أكمل 13 عاماً على منصة التواصل الاجتماعي للندنات الصغيرة تويتر. أجاب شاروخان على العديد من الأسئلة الطيبة من معجبيه، بما في ذلك بعض الاستفسارات عن راتبه الشهرية. وقد أثار هذا السؤال دهشة المتابعين ومفاجاتهم، لكنه لم يزعج شاروخان بفضل سرعة بديهته ودبلوماسيته في رد المقنع. رد شاروخان عن دخله الشهري: سأل أحد المعجبين شاروخان عن مرتبه قائلاً: كم تربح في شهر؟ أجاب شاروخان بتواضع: أكسب الكثير من الحب كل يوم. أحب معجبو شاروخان إجابته اللطيفة، وكتب أحد المعجبين: يا لها من إجابة أحبها، في حين كتب آخر: أحبك سيدي، أنت رائع. وقد سأل أحدهم شاروخان: لماذا يضاف خان إلى اسمه على الرغم كونه من كشمير؟ حيث قال: عائلتك من كشمير، فلماذا تضع خان في اسمك؟ أجاب شاروخ: العالم كله عائلتي، اسم العائلة لا يعطيك لقبة، يتم إعطاؤه لك من خلال العمل الذي تقوم به. لا تضيع الوقت في أشياء غير مهمة. كما طلب أحد المعجبين من شاروخان أن يتمنى الشفاء العاجل لريشاب بانت لاعب الكاريكيت الهندي الدولي أصيب في حادث سيارة. كتبوا: من فضلك أرسل تمنيات طيبة إلى ريشاب بانت من أجل الشفاء العاجل. أجاب شاروخان: إن شاء الله سيكون بصحة جيدة قريبا. إنه مقاتل ورجل قوي للغاية. عليا بهات تنضم المحادثة شاروخان: هناك دائما مساحة للمرح في جلسات AskSRK. خلال الجلسة تم ذكر الممثلة عليا بهات في أحد الأسئلة، حيث سأل أحد المتابعين شاروخان قائلا: لماذا تناديك عاليا فقط شاروخ؟ أجاب شاروخان على ذلك: يمكن أن يعني حلون ورومانسي، أو ربما كبير ومحترم، أو ربما شاروخ فقط. بعد بضع دقائق انضمت عليا بهات للمحادثة وأوضحت لماذا تخاطب شاروخان بشاروخ إسار، حيث كتبت: أشبه باللطف والاحترام. لكن من 25 من يناير سانتقل إلى مناداتك بثان، ها ترى أنا مبدعة جدا. ورد شاروخان على عليا بهات قائلا: وأنا سأناديك بمام بهات كابور. استقبلت عليا بهات وزوجها رانبير كابور طفلتهما الأولى في نوفمبر من العام الماضي، وأطلق عليها اسم الراحة. أخير أعمال شاروخان: سيظهر شاروخان في الأيام القادمة في فيلم بثن مع ديبيكا بادوكون وجون أبراهام، ومن إخراج سيدهارة أناند. يلعب شاروخان دور جاسوس في الفيلم الذي من المقرر أن يصدر في 25 من يناير. من المحتمل أن يتم إطلاق المقطع الدعائي للفيلم في 10 من يناير.